من أعظم المحكمات التي يجب أن تعلم أن الله عز وجل أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. فالقرآن العظيم كلام رب العزة، تكلم به جل وعلا حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فهو متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسطور مكتوب في المصاحف. سمعه جبريل عليه السلام من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمعه التابعون من الصحابة حتى وصل إلينا. لا نشك البتة في حرف واحد منه نقل إلينا نقلا متواترا ليس فيه من النقص ولا مثقال حرف. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويبقى على ذلك حتى يأتي يوم يرفعه الله عز وجل إليه. ولهذا يقول العلماء: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، وهو المعجزة الكبرى العظمى لرسولنا صلى الله عليه وسلم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. فهذا القرآن تعبدنا الله عز وجل به، تلاوته من أعظم القربات، ويجب الإيمان بمحكمه ومتشابهه، ونرد المتشابه منه إلى المحكم. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نزل به جبرائيل منجما في 23 عاما على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.